إذا وضعت المرأة في وجهها بعض الأطعمة لغرض إزالة البقع أو لصفاء البشرة مثل الليمون والطماطم والخيار، فما حكم الشرع في هذا العمل في نظركم فضيلة الشيخ؟ الذي أرى أنه لا بأس به. طيب، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وليس في استعمال هذه الأطعمة في الوجه تقدير لها أو تنجيس لها حتى يقال إنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظام لأن هذا إخواننا من الجن، ونص أهل العلم على تحريم الاستنجاء بالأطعمة، ومسح الوجه بها ليس من هذا الباب، لأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان، فإذا استعملت هذه الأشياء فيه إما لإزالة عيب كالبقع أو لزيادة التجميل فلا أعلم في هذا بأس، والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، لكن إن أمكن أن يكون ذلك بأدهان أخرى فهذا أحسن وأولى، لأنه قد يقول قائل إن استعمال الأطعمة في هذا فيه شيء من السرف والتجاوز، لأن الأطعمة للأكل وليست لمسح الوجوه والتزين والتجمل، فإذا حصل عدول عنها إلى أشياء أخرى يحصل بها المقصود فهو أولى. بارك الله فيكم.